تاخذ منه شوفوا اشهر. قالوا لنا نيلو اكبر زطه يا صاحبي الزواج تتصوني تصوني تصوني ما كاين بس اشنو جات عندك خطيبتك ما لقى ما تاكل وتاش كاين شي سناك حاد دابا تضحك على الوقت ترى العشرة ونص راكم يشري لي حاد سبيطار ما جوج ولا قام حاد بغي طيب دير بي اف احسن من البيض وما تيش البيض والفرماج حمر بي اف مزيان غادي نصور فيديو وغنوري كيفاش طيب بي اف صافي وغنسيفطو لكم واحد الأكلة كيعرفها صغير قبل الكبير ومشهورة وبسيطة ورخيصة وكدا في أي وقت فيها الصباح في الفطور في الغداء في العشاء أي وقت قديها. وبالنسبة للناس اللي قالوا لك أنهم ما كتجيهم ما كيبغوش ياكلوها اليوم وليداتهم كاين اللي كبير ما كيبغوش بي اف ار غاتشوفوا بي اف ار دخلوا معايا الكوزينة وحلوا ليكم. بالنسبة للمكونات تتكون من الزيت العود يديرها ويدير الزيت الاخرى يديرها البيض الفرماج احمر كاشير داخل تمشي كله طريقه ديالو طريقة سهلة وبسيطة الطريقة أنا كتعجبني كاين عدة طرق باش تقرب هذا سميتو هاد الكاشير وبالنسبة لي ما عندوش أنا ندير هذا ديال الحار بالنسبة لي ما عندوش مع ديال الحار يدير أي ذوق هنا كندير الفرماج الاحمر شويه كنفرقو دابا غنسدو عليه والنار الاكله ديالنا هاي وجدات